برحب بيك يا هشام، وبرحب بضيفك الكريم طبعا والساده المشاهدين اللي موجودين دلوقتي في محيط مسجد السيده نفيسه، يعني حيث تمت صلاه الجنازه على المسجد الكبير الراحل علي عبد الخالق. يعني نقدر نقول ان الجنازه لو حطينا لها عنوان هتبقى غياب النجوم او غياب الفنانين. لم يحضر حد، يعني نقدر نقول ان الحضور كان حضور رسمي اكثر من هو حضور فني. كانت متواجدة الدكتورة نجيل الفلاني بصفتها طبعا وزيرة الثقافة وممثلة عن الدولة، حرصت إن هي تقدم واجب العزاء المخرج الكبير علي عبد الخالق، وكان المخرج خالد جلال كان متواجد بالطبع وهو رئيس مركز الإبداع الثقافي، وكمان كان نقيب الفنانين الأستاذ الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر بصفتها عضوة نقابة الفنانين. ده كان التواجد، ولكن على الجانب الفني كان متواجد فقط المخرج الكبير عمر عبد العزيز، ونقدر نقول بعد كده نحط نقطة. وده الحضور اللي كان متواجد النهارده في وداع المخرج الكبير علي عبد الخالق. ولكن اللي لفت انتباهي ان دكتور اشرف زكي اكد ان الفنان ياسر جلال كان ليه يعني ايادي بيضاء في رحلة علاج المخرج الراحل علي عبد الخالق، ولكن ياسر لم جلال. يعطينا اي نوع من انواع التفاصيل. اكتفى اشاره للنقطه دي، وبالفعل تمت صلاه الجنازه وقيمه صلاه الجنازه وانتهت، وحمل الدخمان الى مقابر العائله في مدينه 30 اكتوبر حيث يورى الثرى. نعم، انا بشكرك يا علي، شكرا جزيلا. زميلنا علي عامر كنت معانا على الهواء مباشره، اشكرك الف شكر. يمكن ده كان المشهد الاخير وزير الثقافة لعلي كانت في عبد الوداع، الخالق. وخالد جلال وأشرف زكي اللي دايما الحقيقة تعرف هو في النهاية أشرف زكي ده نقيب الممثلين، يعني ملوش علاقة دي السينمائيين، لكن هنا يعني إيه الإحساس بالواجب الاجتماعي. إحنا مفتقدينه قوي، مفتقدين قوي في الحياة عموما وفي الحياة الفنية على وجه الخصوص، لأنه رحل أمس. كان ممكن الكثير من المبدعين اللي هو قدمهم الاستاذ علي يكونوا في وداعه، يعني المفروض ده واجب بقى يا استاذ طارق. اتصور احنا بيغيب عننا مع الاسف الواجب الاجتماعي، لكن دي لحظه بنقلب الصفحه، بيتبقى ابداع علي عبد الخالق هو اللي بيعيش بقى.